نتنياهو يحاول أن يرضي مصاصي الدماء في حكومته بهدم منازل الفلسطينيين وقمعهم، ولكن ما يقوم به نتنياهو لن يزيد المقاومة إلا عنفوانا، ومثلما فشل في غزة وفشل في الشمال على حدود لبنان سيفشل في الضفة الغربية أيضا. الذي قاموا به هنا في مخيم الأمعري هذه الليلة ليس سوى عمل فاشي وعمل نازي لا يقدم عليه إلا الفاشيون والنازيون. ليس فقط هدم منزل عائلة أبو حميد المناضلة الباسلة، بل أيضا تعذيب 500 مواطن من أهل الأمعري، فجروا مداخل بيوتهم وأجبروهم على البقاء في العراء حتى أطفال عمرهم يوم ويومين حتى ساعة الصباح. هذا إجرام فاشي لم يفعله من قبل إلا الفاشيون في تشيلي والفاشيون النازيون في ألمانيا.